مولانا يتوافدون إلى زيارته، وتذهب إلى من عاد أمير المؤمنين، تذهب إلى قبور من وقف بوجه أمير المؤمنين عليه السلام، ماذا تجد؟ معاوية حكم 40 سنة، 20 سنة والي وعشرين سنة خليفة، تجي إلى قبر مزبلة، أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وعزها والسؤدد، أين الدهاء نحرت عزته على أعتاب دنيا سحرها لا ينفد، هذا ضريحك لو نظرت لبؤسه لأثار مدمعك المصير الأسود، قم وارمق النجف الشريف بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد، تلك العظام أعز ربك قدرها فتكاد لولا خوف ربك تعبد. إمام الحسين صبر وجرى عليه ما جرى، والعاقبة لمن؟ لعمر بن سعد أم للإمام الحسين عليه السلام أم لأبي الفضل العباس؟ تجي إلى الإمام الحسين، تقف أمام جنة وتزوره بتلك الزيارة العظيمة، خشوع القلب يرتبط مع الإمام، الأمواج والأفواج البشرية التي تأتي إلى كربلاء وتأتي إلى قمر العشيرة وتأتي إلى أنصار أبي عبد الله وأهل بيته، بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما يا أبا عبد الله. شنو من صبر؟ صبر الإمام الحسين، روحي لك الفداء. يقتل أولاد واحد بعد الآخر، يقتل إخوان واحد بعد الآخر، ولا كلمة واحدة صدرت من الإمام فيها ضجر أبدا. لما قتل الأنصار وبدأت حملة أهل البيت، شوف الإمام الحسين نفسية الإمام، أول واحد قدمه للمعركة ابنه وثمرة فؤاد علي الأكبر، وما أدراك ما علي الأكبر، كل من يترجمه يقول كان أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا، هو النبي، هو الإمام الحسين عليه السلام. قال برز إليهم أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا، وكنا إذا اشتقنا النظر إلى وجه رسول الله نظرنا إلى علي الأكبر. يلا خل الروح إلى كربلاء، آخر ساعة من نهار الجمعة والليلة عاشوراء، يا الله يا حسين يا صاحب الرزية العظمى والمصيبة، جاء علي الأكبر يستأذن من أبيه الحسين، لما طلب الإذن عانقه أبو عبد الله حتى وقع على الأرض من شدة المعانقة، أول من تلاقى وعند الوداع دروا ما بعد ملك غير الساع، بكى ابنين البي والأبلاع تهاووا مثل ما هو النجم الآخر، ودع الأكبر أباه وانطلق إلى المعركة وهو يقول أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، قاتل قتال الأبطال، قلب الميمنة على الميسرة، وقتل من الأعداء عددا، هذا والحسين ينظر إليه مسرورا، وأمه ليلى تنظر بوجه الحسين وإذا بها رأته قد تغير
صاحت أبا عبد الله وجهك تغير، أصيب ولدي، قتل ولدي. قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف منه عليه. أنا أم أبا عبد الله، ماذا أصنع؟ قال ادخلي الخيمة، ارفعي يديك بالدعاء، دعاء الأم مستجاب. طبت الخيمة الغريب وتوسلت لله بحبيب، والحسين وش ما بمصيب، يا راد يوسف من مغيب، وليدي علي سالم دجيب. استجاب الله دعاءها وقتل علي الأكبر ذلك اللعين الوغد، وأقبل إلى أبيه الحسين: يا موالين، ابنك ويطلب منك طلبة بسيطة. الله، شلون حالك إذا ما تقدر تهيئها إلى؟ قال: أبا أبا، العطش فتت فؤادي، بويا شرب من الماي، يقل مني أنا أجيب الماي يا ابني، ما هو حجيك شعب قلبي وفتني. يلا بويا ودع العيال، ودع أمك ليلى، ودع زينب، وانطلق مرة ثانية إلى المعركة. آجركم الله، ودع العائلة، أفلت من أيديهن، وبرز مرة ثانية إلى الأعداء. آجركم الله، يا الله، أريد صرخة مع الإمام الحسين. قاتل قتال الأبطال إلى أن ضربه اللعين بالسيف على رأسه. أين المنادي وعليا؟ أيوا مصيبتا يا شوف المصيبة المرت بعلي الأكبر، أمير المؤمنين انضرب على رأسه، علي الأكبر انضرب على رأسه، علي الأكبر صار على المهر، وإذا بالأعداء قطعوا أضلاع وهو على الفرس، وفاطمة الزهراء كسروا أضلاعها، وبكسر ذاك الضلع رضت أضلع في طيها سر الإله مصون. نادى: أبا عليك من السلام، أدركني. جاء الإمام الحسين، جاء الإبن للعزيز. الله، ما نزل من الجواد، وإنما ألقى بنفسه على ولد، على الدنيا من بعدك العفو. ابويا من سمع يمك ونينك، ومن شبحت لعند الموت عينك، لما اراد حمله كلما حمل عضوا سقط الاخر، لانه مقطع بالسيوف اربا اربا. تالي حملوا علي الاكبر وجيء به الى الخيمه. الله، الأم تنادي: وولداه وعليا، يا ابني يا ابني، الفاجدات أكثرهن مخلفات، ما تدري تموت أم الولد لو مات. يلا أبيات الدعاء، وأريد تساعدني. علي راح، علي راح، لفان الشابج العشرة، علي راح ون وصفق راح، علي راح صاحب صوت يا زينب، علي راح يا خويا ظلمت الدنيا علي، يا خويا ظلمت الدنيا، يا
علي. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ اللهم اكشف عنا السوء والبلاء، اللهم اقض حوائج المحتاجين وفرج عن المكروبين، يا أرحم الراحمين. اللهم من على المرضى بالشفاء والعافية، مرضانا مرضى المستمعين الكرام، مرضى المؤمنين والمؤمنات، اقضي حوائج المحتاجين، عجل لمولانا الفرج والنصر والعافية. إخواني، إن شاء الله ختام مجلسنا هذا غدا بإذن الله تعالى، غدا ختام المجلس. المؤسسون تقبل أعمالهم بأحسن قبول، إلى أمواتهم لا سيما إلى روح شهيد المحراب وإلى روح والده السيد الإمام الحكيم وإخوانه وأهله وجميع الشهداء وأمواتنا وأمواتكم، وإلى أمواتنا وأمواتكم ومن مات على الإيمان. الفاتحة قبلها الصلوات.